السلام عليكم بعد ان قمنا البارحه بانشاء المدونه الخاصه بنا اليوم سوف نقوم باكمال بعض الخطوات المهمه داخل المدونة، بعد ان تقوم بانشاء المدونة كما ترى وتريد التصفح بهذا الشكل يعني قبل ان تقوم بالضغط هنا انتبه معي جيدا نتوجه مباشرة الى الاحصائيات كما ترى هنا الاحصائيات، اذا اردت تصفح المدونة الخاصة بك يجب عليك ايقاف يعني العداد الخاص بالمتصفح الخاص بك يعني حتى لا يتم عد الزيارات الخاصة بك حتى لا يتم عد الزيارات الخاصة بك وتعتقد ان ان هناك اشخاص يقومون بالدخول الى المدونة الخاصة بك اذا تتوجه مباشرة الى الاحصائيات وتقوم بالنزول وتقوم بالضغط هنا انظر ادارة هكذا تقوم بالضغط في هذا المكان ادارة تتبع عدد مرات مشاهدة الصفحة تقوم بالضغط هكذا وتقوم بتحديد هذا المربع بهذا الشكل حتى لا تتم حتى لا يتم تتبع الزيارات الخاصه بك، إذا يمكنك تصفح المدونه الخاصه بك بشكل عادي جدا، نقوم بالضغط هنا، كما ترون المدونه كما قمنا او كما انشاناها البارحه لم اقم بتغيير فيها اي شيء، إذا اول خطوه نقوم بها وهي انشاء اول منشور حتى يتغير شكل المدونه قليلا نتوجه مباشرة الى المشاركات بعدها نقوم بالضغط هنا على مشاركة جديدة بهذا الشكل سوف تنبثق معنا هذه الواجهة هنا حتى نقوم بوضع عنوان المشاركة وهنا نقوم بإنشاء المحتوى الخاص بنا لدينا هذا شريط الأدوات حتى نقوم بتعديل النص هنا يعني نقوم بإضافة مثلا هنا عنوان مثلا نقوم بتكبير الخط بتلوينه بإضافة روابط نقوم بإضافة صور من هنا يمكننا إضافة فيديوهات ايموجي أو تعديل النص من هنا كذلك يمين يسار في الوسط كذلك هناك بعض الخيارات الأخرى سوف نتطرق إليها مع هذا الشرح هنا كذلك إدارة المشاركات هنا تقوم باضافه تصنيفات هنا تاريخ المشاركه هنا يمكننا اضافه رابط ثابت سوف نتطرق اليه هنا الموقع الخاص بنا وهنا خيارات اضافيه اذا سوف نقوم بنشر اول منشور ماذا نفعل؟ اما تقوم بكتابه المنشور مباشره هنا او تقوم بتحضيره في مكان ما على سبيل المثال سوف نتوجه مباشره الى هنا انا قمت سابقا بتحضير بعض المقالات حتى اسرع من الفيديو. على سبيل المثال نحن سوف نقوم بنشر مثلا منشور عن بطاقة وايز مثلا ماذا نفعل؟ تقوم بكتابة المنشور الخاص بك في مثلا هنا في هذه المفكرة تقوم بكتابته في مفكرة هكذا وتقوم بنسخه كوبي وتتوجه مباشرة إلى المدونة الخاصة بك هكذا وتقوم بنشر المنشور هكذا وبعدها تقوم بالتنسيق على المنشور الخاص كما ترى يعني هذا النص يعني هو غير منسق، ماذا تفعل؟ تقوم بالتحديد بهذا الشكل، تضغط مرتين هنا سوف يتم تحديد معك هذا العنوان يعني ونقوم باختيار من هنا العنوان، يمكننا تلوينه من هنا تختار اللون كذلك يمكنك اضافه عليه بعض التاثيرات لكن سوف نبقيها هكذا، يعني هذه اول خطوه. بعدها هذا قمت بتحضيره كعنوان سوف أقوم بوضعه هنا هكذا يعني هذا العنوان الرئيسي وهذا عنوان داخل التدوينة نقوم بوضع هكذا يعني نقوم بتكبيرها مثلا قليلا من هنا تكبير عادي متوسط نقوم بوضع كل شيء متوسط حتى يتم رفع الخط قليلا هكذا متوسط. مثلا هذا نص سوف اقوم بحذفه هكذا يعني هذا هو النص الخاص بنا، نفترض ان هذا هو النص الخاص بنا، إذا قبل ان نقوم بنشره نقوم بوضع الصوره او سوف اريكم كيف يكون شكله وبعدها سوف نقوم بوضع الصوره، إذا نقوم بالضغط هنا على نشر لنشر، إذا اردت اضافه صوره للمقال تقوم بالضغط هنا يعني تحدد اول شيء تحدد مكان الصوره نقوم بتحديدها في الوسط هكذا ونتوجه الى هنا ونقوم ب انظر هنا تحميل من جهاز الكمبيوتر اذا اردت تحميلها من جوجل او كانت لديك من قبل على المدونه الخاصه بك او يمكنك جلب رابط ووضعه مباشره سوف تظهر معك الصوره هنا نحن سوف نقوم بتحميله من جهاز الكمبيوتر الخاص بنا نقوم بالضغط هنا هكذا سوف تنبثق معنا هذه النافذه هنا نقوم بالضغط هنا اختر الملفات هكذا وبعدها نقوم بالبحث عن مكان الصور او الصوره التي قمنا بوضعها نحن قمنا بوضعها على سطح المكتب في هذا المجلد ونقوم باختيار صوره ما من هذه الصور على سبيل المثال هذه الصوره نقوم بتحميلها بهذا الشكل ونقوم بالضغط هنا على بهذا الشكل وبعدها نقوم اما نقوم بتكبيرها من هنا او نقوم بالضغط عليها مره واحده سوف يظهر معنا هذا الشريط هنا لتعديل عليها نقوم بالضغط على هذا الترس وبعدها نقوم بوضعها هنا كبير جدا نقوم باختيار كبير جدا ونقوم بالضغط على تعديل بهذا الشكل كذلك يمكننا وضع عنوان للصوره ماذا نفعل؟ اما نقوم بنسخ هذا العنوان هكذا حتى نظهر في نتائج البحث ونقوم بوضع هكذا نقوم بوضع لصق ونقوم بلصق النص بهذا الشكل ونقوم بالضغط على اوكي اذا هذه اول خطوه لنشر المنشور الخاص بنا يعني هذه كبدايه لعمل المنشورات نقوم بتحديد العنوان ونقوم بالضغط هنا ونقوم بالضغط على العنوان بعد الانتهاء من هذه العمليات مباشره نقوم بالضغط هنا على نشر بهذا الشكل حتى نقوم بنشر اول منشور لنا نقوم بالضغط على نشر بهذا الشكل وكما ترون نقوم اما تقوم بالضغط هنا على العين حتى ترى المنشور مباشره بهذا الشكل كما ترى هذا هو المنشور الخاص بك او يمكنك مثلا كنت في داخل المدونه نقوم فقط بالتحديث بهذا الشكل وسوف يظهر معنا اول منشور اذا سوف نقوم بنشر منشور اخر حتى نفهم الطريق اذا نتوجه مباشره الى داخل الاعدادات لوحه الاعدادات نقوم بالضغط هنا على مشاركة جديدة نقوم بكتابة المنشور مثلا كما قلنا على مثلا في دوكيمو تكست أو على وورد يعني قم بتنسيقه أو شم ذلك القبيل حتى يسهل عليك الأمر إذا سوف أقوم ب يعني هذا النص هكذا نقوم بتحديده ونقوم بنسخه نتوجه مباشرة إلى المدونة نقوم بلصقه ونقوم بالتعديل عليه كما ترون هذا هو النص نقوم بنسخ العنوان أو قصه ونقوم بوضعه في هذا المكان ونقوم بكتابته هنا مثلا هكذا تطبيق وسوف نتركه هكذا للتوضيح فقط نقوم بوضعه كعنوان نقوم بتكبيره كبير أيضا سوف نقوم بتكبير كل هذه الأشياء أيضا هكذا متوسط بعدها نقوم بالتعديل على كل هذه الأشياء نقوم بتغيير اللون من هنا يمكننا وضعه في الوسط من هنا وهكذا مثلا نقوم بتحديد كعنوان آخر نريد تحديد هذا كعنوان نتوجه مباشرة ونقوم بالضغط هنا على فقرة نقوم بتحديده كعنوان فرعي نقوم بتغيير له اللون من هنا مثلا بالأزرق وهكذا يمكننا تعديل على النص بهذه الطريقة إذا نقوم بالضغط هنا هكذا ونقوم بتحديده مثلا كفقرة وهكذا هذه طريقة تعديل النص مثلا هذه فقرة مباشرة سوف تجدها فقرة أتركها كما هي إذا سوف نقوم بإضافة صورة نقوم بتحديدها في الوسط نضع هذه الصورة في الوسط بعدها نقوم بتحميل الصورة من الكمبيوتر بهذا الشكل ونختار فقط هذه الصورة هكذا ونقوم بالضغط على أوكي إذا هذه الصورة الثانية يمكننا التعديل على تلك الصورة أو صورة أخرى سوف نقوم بالتعديل على هذه الصورة كما ترون نقوم بالتعديل على هذه الصوره ونقوم باخذ منها جزء نقوم بتحديدها كذا بالكمبيوتر يوجد مكان اقتصاص في الهاتف يمكنك الاقتصاص من خلال الـ يعني ماذا تسمى من المعرض نعم من المعرض سوف نقوم باقتصاصها باستعمال برنامج بانت هكذا نقوم بتصغيرها هكذا نقوم بتحديدها كذا ونقوم باقتصاص هذا الجزء مثلا ونقوم بالضغط هنا نقوم بحفظ الصورة بهذا الشكل نقوم فقط بالضغط على حفظ سوف يتم تغيير الصورة بهذا الشكل كما ترون إذا تم تغييره سوف نقوم بإضافتها هنا نقوم بتغيير مكان هذه الصورة هنا مثلا نقوم بسحبها أو قصها هكذا قص ونقوم بلصقها في مكان آخر هنا في الوسط نقوم بتوسيطها نقوم بالرجوع نقوم بوضعها في الوسط ونقوم بلصقها اذا سوف نضيف تلك الصوره في البدايه حتى تكون هي الصوره الرئيسيه للمقال الخاص بنا نقوم بالضغط هنا ونقوم بتحميل الصوره من الكمبيوتر بهذا الشكل هذه هي الصوره التي قمنا بوضعها الان ونقوم بالضغط على اوكي سوف تظهر معنا بهذا الشكل نقوم بنسخ هذا النص حتى نضعه كعنوان للصورة حتى يسهل العثور عليها في جوجل نقوم بالضغط هكذا ونقوم بتحديد كبير جدا ونقوم بالضغط على اوكي اذا الان اكملنا من المنشور الثاني مباشره نقوم بالضغط على نشر نقوم بالضغط هكذا سوف نتطرق الى الكثير من التفاصيل في الحلقات القادمه اذا سوف نقوم بتحديد هكذا هنا نقوم بالضغط هنا كما ترون المنشور الثاني نقوم بالدخول اليه كما ترون هذا هو المنشور الاخر داخل المدونه الخاصه بنا اذا كانت هذه الطريقه فقط لنشر اول منشور او بعض المنشورات على على المدونه الخاصه بنا يعني حتى نقوم بتحضير لبعض الأشياء الأخرى إذا في حلقة قادمة سوف نقوم بتثبيت الصفحات الرئيسية ربما سوف نحتاجها في المستقبل إذا سوف نقوم بوضعها من الآن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم